بيروت مستمرون وإياكم بتغطية الميادين، نواكب أول بأول التطورات المتلاحقة في لبنان ما بعد العدوان الإسرائيلي المستمر والوحشي والمتمادي، وكذا كلمة الفصل التي ما زالت تمسك فيها بالمبادرة وإدارة المعركة المقاومة الإسلامية في لبنان. الميدان هكذا يتحدث، ما شهدناه من صليات الصواريخ، عشرات الصواريخ وصلت إلى حيفا إلى شمال أرضنا المحتلة فلسطين، ضربت أيضا تلك الصواريخ الكريوت وهو تجمع يعني عمراني كثيف كما جاء في ما نشرته المقاومة الإسلامية في لبنان من مشاهد لاستهداف الكريوت. عندما نتحدث عن الساحل المحاذي لحيفا رمد دافيد أيضا في مهداف المقاومة الإسلامية في لبنان، الحرائق ما زالت تندلع كذلك في الكرمل في صفد. سلطات الإطفاء الإسرائيلية تتحدث عن صعوبات في إطفاء تلك الحرائق بسبب استمرار وصول وإطلاق الصواريخ من لبنان. كذا الأمر في ميدان المواجهة مباشرة على الأرض، تكبد المقاومة الإسلامية في لبنان قوات الاحتلال التي تحاول التقدم بريا، هزائم متلاحقة وقتلى وجرحى كما يعني أعلنت المقاومة لا سيما في حرج مرو. إذن الكلمة الفصل للميدان، ولأن الكلمة الفصل للميدان فما هو واقع الجبهة، وتحديدا من وجهة نظر العسكريين والإعلاميين والمحللين الإسرائيليين، فالواقع على حدود لبنان ليس كما يدعيه نتنياهو وجالانت، لأن هناك في إسرائيل آراء مغايرة، منها مثلا العقيد احتياط غوبي ماروم قائد المنطقة الشرقية في لبنان سابقا. ما الذي يقوله هذا الرجل؟ يقول إنه يجب ألا يحل الشتاء والجيش الإسرائيلي في الميدان بجنوب لبنان، واقترح أيضا عدم تأبين حزب الله كما قال، مشيرا إلى امتلاك الحزب عشرات آلاف المقاتلين وقدرات نارية، وأن كل جبهة الجنوب الخاصة به تعمل بشكل جيد تتحدى الاحتلال عبر المسيرات وغيرها. المقدم احتياط مارك مورينو وهو مسؤول كبير في الوحدة 504 سابقا، رأى أنه حتى بعد تدمير الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية تحت الأرض بجنوب لبنان كسيناريو يتم تقديمه من الاحتلال، لا يمكن إعادة السكان إلى الشمال لسبب بسيط، فلدى حزب الله صواريخ قصيرة المدى، يقول هذا المقدم الاحتياط. إذن هو واقع عسكري ميداني يحتاج للكثير من التحليل والشرح عما تقوم به المقاومة الإسلامية على الحدود. ولهذه الغاية أيضا نحن في هذه الساعة سنتابع المواكبة الميدانية أول بأول من شبكة مراسلينا، سنحلل ونقرأ كذلك في هذه المعطيات. والآن سنرحب بالسيد علي حجازي الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، مرحبا بك. ما هو التقييم لكم وتقدير الموقف حيث وصلت مجريات الميدان واستمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق عديدة في لبنان؟ لا يزالون مستمرين في قتالهم لهذا العدو. هذا العدو يبحث عن إنجاز دون أن ينجح، وهو لن ينجح حتما، باشتراط أن لا يراهن غدا إذا ما نجح هذا العدو بالدخول 100 أو 200 أو 300 متر إلى داخل الأراضي اللبنانية بأنه هو حقق أهدافه. هو يعيد تكرار تجربة العام 2006 حينما كان حلمه الوصول إلى الليطاني، وهو فاوض على تصوير صورة لجنوده على نهر الليطاني ولم تحصل. اليوم كل المقاومين على خط النار. أنا أزم وأطمئن شعب المقاومة، جمهور المقاومة على امتداد الساحتين العربية والإسلامية، بأن المقاومة على المستوى العسكري بألف خير. هناك لم نعد نستطيع أن نسمي بعد اغتيال سماحة السيد 100,000 مقاتل، هناك بالحد الأدنى 100,000 استشهادي حاضرين للالتحام مع هذا العدو، يصلون لأن يفكر هذا العدو بتوسيع عمليته البرية
وعندها ستشاهدون عشرات الجثث للجنود الصهاينة يخرجون من أرضنا بالتوابيت. نحن لا نخاف المواجهة البرية، نحن لا نخشاها بتاتا، لا بل ندعو أن يقدم نتنياهو على مثل هذه الخطوة. وبناء عليه نحن نقول في السياسة لا شيء جديد، الميدان هو الذي يحكم إلى أين نحن نذهب في السياسة. ما يجري الآن هي محاولات، ولكن الأساس هو الميدان. من يريد أن يراقب ماذا يجري في السياسة عليه أن يراقب ماذا يجري في الميدان، وفقط الميدان. انطلاقا مما يخبرنا به الميدان حتى الساعة، بالتوازي نرى نوع من الحراك، بعض الدول على مستوى العربي الإقليمي تتحرك، جهود هنا وهناك وطروحات أو ما يقدم أو يناقش في الداخل اللبناني. ربما آخر محطة وتكتسي أهمية ألا وهي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في محطته في لبنان، في محطته كذلك في سوريا، ما طرحه وما قاله عن استمرار دعم لبنان وكذلك دعم المقاومة. واليوم من دمشق يقول هناك مبادرات الآن تقدم لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وأعرب عن أمله بنجاحها. كيف يمكن أن نضع هذا الحراك فيما تفضلت به بأنه علينا أن نراقب الميدان؟ ما الذي يقوله الميدان، وبالتالي ما الذي يمكن أن يفهم من هذا الحراك برأيكم؟ طبعا هي هذه الزيارة قد تكون هي المحطة الأساسية في الأسبوع الذي مضى، لأنها تثبيت على معادلة وحدة محور المقاومة في هذه المواجهة. ما تبقى من أحاديث في السياسة أعتقد أنها مبادرات لم تلتقي حتى الساعة إلى مستوى أن تكون مبادرات فاعلة بالرغم من كل الطروحات التي تقدم. وعلينا أن نحسم أمام الجميع، ليس الوقت الآن وقت انتخاب رئيس للجمهورية، ولمن يراهن أننا نستطيع أن نعود بلبنان إلى تجربة العام 82 حينما فرض علينا رئيس بالدبابة الإسرائيلية، هذا الأمر لن يحصل بتاتا، هذا الأمر محسوم. لبنان 82 ليس لبنان عام 2024. الوقت الآن فقط لوقف إطلاق النار، أي مبادرة سياسية بندها الأول وقف إطلاق نار، ومن ثم نتحدث بانتخاب رئيس جمهورية، نتحدث بمضمون القرار 1701 وفقط 1701، وليقفلوا صفحة 1559، لأن هذا وهم لا بل حلم. طبعا الميدان ماذا سيفرض في السياسة؟ الآن نتنياهو، ونحن نعترف أن نجح العدو الصهيوني بتحقيق ضربة قاسية للمقاومة من خلال اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، ومن خلال اغتيال قادة عسكريين في المقاومة. نحن لا ننكر هذه الحقيقة، ولكن اغتيال هؤلاء القادة وفي مقدمتهم سماحة السيد نصر الله ليس اغتيالا للمقاومة، ولا اغتيالا لمئة ألف مقاتل، ولا اغتيالا لبيئة المقاومة. بالعكس، بيئة المقاومة ومقاتليها بعد استشهاد سماحة السيد باتت أكثر تمسكا، لأنها تستشعر وكأن هناك حرب إبادة. وبالتالي حينما يستشعر هذا الجمهور بأن هناك حرب إبادة، لابد من أن يتضامن، لابد من أن يتكافل، لابد من أن يشتد تضامنه فيما بينه، ولابد من أن يعتبر أي مبادرة لا تضمن وقف إطلاق نار وكأنه محاولة لتوظيف خسارة القادة في اللعبة السياسية. من هنا نحن نقول دائما لطالما المقاومة في الميدان بخير، إذن المفاوضات السياسية لسنا بحالة استعجال، لسنا مضطرين لأن نقدم تنازلات. لا أحد يستشعر، لا بل أنبه أنا هنا بأن البعض إذا كان يعتقد بأن المقاومة وشعب المقاومة وحلفاء المقاومة في حالة ضعف، إياهم الانطلاق من هذه المعادلة، لأن هذه المعادلة خطيرة وخطيرة جدا، وتؤسس لمرحلة داخلية قد تكون حساسة. وبالتالي إياكم الاستشعار أن المقاومة ضعيفة أو أن القيادة السياسية مترنحة أو أن القيادة العسكرية عاجزة.
هذه معادلة غير صحيحة. من يريد أن ينطلق بأي مبادرة سياسية فلينطلق من وقف إطلاق نار، ومن بعدها نتحدث عن الرئاسة ومواصفات الرئيس. وأعتقد أن ليس سهلا علينا بعد كل الذي جرى أن نذهب إلى طروحات نستشعر فيها وكأن هناك من يقارب المشهد اللبناني على قاعدة رابح وخاسر. نحن حريصين على الوحدة الوطنية الداخلية، حريصين على حل سياسي، حريصين على وقف إطلاق نار، ولكن لن نقبل بأي طرح نستشعر فيه بأن هناك من يريد أن يفرض علينا حلولا منطلقا من نظرية تقوم على أننا خسرنا الحرب. نحن لم نخسر الحرب ولن نخسر الحرب. وأنا أقول لشعب المقاومة ولبيئة المقاومة، إياكم وأن تصدقوا. نحن نعلم جيدا هناك إعلام موظف، هناك جيوش إلكترونية، هناك وجوه سياسية وأبواق وإلى ما هنالك، هدفها إشعار بيئة المقاومة بأننا خسرنا المعركة. أنا أقول لبيئة المقاومة، أولا نحن لن نخسر المعركة، ثانيا المقاومة لا تزال حتى الساعة لم تستخدم الكثير من أوراق القوة التي لديها، ثالثا المعركة في بداياتها والمقاومة قادرة على خلق ظروف ضاغطة على هذا العدو. هذا العدو ماذا يملك الآن؟ نحن نعترف طبعا هناك ظرف إنساني ضاغط على شعب المقاومة وبيئة المقاومة، ولكن هذه المقاومة بيئتها اعتادت على التحمل والصبر في هذه الفترة. نحن نقول بشكل واضح ما يقوم به العدو هو تدمير للمباني، قتل للمدنيين، محاولة رفع فاتورة إعادة الإعمار. أما على المستوى العسكري كل الذي يقوم به لا يقدم ولا يؤخر في مسار المعركة. المعركة في جنوب لبنان، الأرض هي التي تحكم هناك، ونحن أصحاب هذه الأرض، ونحن خبراء فيها، ونحن نعرف جيدا ماذا يعاني هذا العدو حتى يتقدم لعشرة أو 20 متر ومن ثم يهرب ويتراجع. طرحها سيد علي حجازي يجب أن نقف عندها، لا سيما موضوع الداخلي، لكن اسمح لنا يعني قبل ذلك أن نشرك معنا الزميل علي جزيري محلل ميدان لشؤون الأمن القومي منضما إلينا من بيروت. مرحبا بك زميلنا علي جزيري. نريد أن نقيم مشهد اليوم على مستوى الميدان، ما الذي حققته المقاومة إن كان من صليات الصواريخ، يعني نحن نتحدث عن حيفا مدينة حيوية أو ما يسميها الاحتلال بعاصمة شمال كيانه، تحدث عن الكريوت، عن مواقع استراتيجية بناء كذلك ومواقع حيوية تم استهدافها رماد دافيد مجددا في صواريخ المقاومة، إضافة إلى استمرار التصدي لمحاولات التسلل. هل هناك صيغة معادلة باتت واضحة بالنسبة للإطار الذي تعمل به المقاومة الآن؟ يعني من الناحية العسكرية يبدو بأن المقاومة أصبحت يعني تغير أهدافها قليلا. هناك ضربت الآن يعني من قبل قليل منشأة صناعية ترتبط بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، كذلك الأمر يعني قاعدة رامات دافيد أصبحت هدف تقليدي. من ناحية يعني العمليات يبدو بأن الإسرائيلي يعني من ناحية كثافة العمليات نفسها يحاول الآن تراجع بعد خسائر الأيام الماضية، ويحاول إعادة يعني تعريف يمكن أهداف العملية أو حتى البحث عن وسائل أخرى أو إعادة تشكيل القوات، ومن ثم ربما محاولة يعني القيام بعمل عسكري آخر، أو لا نعلم ماذا يحدث في المستقبل. ولكن النجاح الأولي للمقاومة في صد أولى التقدمات خصوصا على محور يارون، على محور أيضا على المحور الغربي كما على المحور الشرقي في العديسي أكفر كلا، يبدو بأنها دفعت الإسرائيلي لإعادة حساباته. يعني يمكن أن نشهد أمورا في الأيام المقبلة بناء على أن مثلا سيحاولون نقل قوات من جهة إلى أخرى مشاكل. على الناحية يعني ناحية الخطاب الآن المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني يبدو بأنه هناك تغيير في أهداف الحرب. هم لم يعلنوا يعني إلى أين يريدون الذهاب، ولكن يعني أرى هناك خط يعني يتجه باتجاه واحد منذ الضربة الإيرانية ومنذ فشل التقدم في الأيام الماضية، وهو محاولة إعادة تعريف الأهداف على أنها أو عرض مثلا دعاية عسكرية إسرائيلية لتوحي بأن الأهداف هي فقط التقدم يعني بشكل بسيط وسيطرة على عدة مواقع وضعا عن السقف التهويلي الكبير الذي كانوا يقولون به في الأيام الماضية. طيب
سأعود إليك، لأنه يجب أن يعني نقف عند قراءة للمقاربات الإسرائيلية بين ما يقوله نتنياهو أو ما يقوله جالانت على المستوى العسكري وما يأتي به العدد من المحللين والمسؤولين العسكريين السابقين لدى الاحتلال. لكن مجددا نعود إليك سيد علي حجازي، في ورقة الداخل في محاولة للاستثمار لما اعتبر بأنه تراجع بناء على ما تلقته المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، لا سيما في الأيام القليلة الماضية من ضربات ارتقاء الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله شهيدا. هذه المحاولات في الداخل، هل نتحدث عن قدرة فعلا على تمريرها؟ كيف تقرأ الحركة الداخلية، لقاء عين التينة وما حمله من رسائل الداخل والخارج، إن كان كذلك الأمر باتجاه يعني بكركي والمسعى لإقامة قمة روحية وما إلى ذلك؟ من يضبط أو يساهم في نزع أي فتيل لمحاولة الاستثمار أو خلق فتنة بالداخل؟ من المفيد أي حراك سياسي داخلي، مفيد أن يحصل قمة روحية لتأكيد على وحدة الموقف اللبناني بمواجهة العدو الإسرائيلي. أما أي لقاء يهدف إلى فرض خيارات سياسية في هذه المرحلة، ونحن للأسف سمعنا نواب منتخبين عن الشعب اللبناني يجاهرون بموقف يقولون فيه بأن هناك من هو متعاطف مع ما تقوم به آلة القتل الصهيونية. طبعا هؤلاء لا يستطيعون أن يقدموا أو أن يؤخروا في المشهد شيء. أنا أزم قوى محور المقاومة، حلفاء المقاومة، حلفاء حزب الله متفقين على خارطة الطريق. هذه الخارطة اليوم طبعا هي بعهدة الرئيس بري، رئيس مجلس النواب، وهي منطلقة من بند أول يقوم على وقف إطلاق نار، ومن ثم نتباحث في بقية النقاط. ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الأمريكيين والأوروبيين تقديم طروحات نستشعر فيها رائحة إضعاف. هذه تكررت وتكررت كثيرا. هم يعتقدون الآن أن ما تكبدته المقاومة من خسارة على مستوى استشهاد سماحة الأمين العام وبعض القادة العسكريين أنه قد يسهم في تراجع المقاومة وحلفائها، وبالتالي قبولهم بمثل هذه الطروحات المقدمة. وللأسف هناك بعض اللبنانيين اعتادوا الاستثمار في السياسة الأمريكية، حتى لا أقول حتى الإسرائيلية. يعني أحاول بالقدر المستطاع في هذه المرحلة أن نحافظ على جو الوحدة الوطنية على المستوى الشعبي. هم جهزوا صورهم وبدلاتهم باعتقادهم أنه خلص نحن وصلنا إلى انتخاب رئيس، ووضعوا مواصفات رئيس، ووضعوا مواصفات المرحلة المقبلة. هم يستعجلون، هم واهمين. هذه المقاومة لا تزال قوية، وهذه المقاومة مرت بتجربة في العام 2006، هي بالمناسبة بعيدا عن استشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله، كانت ظروف 2006 على مستوى التدمير وعلى مستوى الحملة العسكرية أقصى مما هي عليه اليوم، وكانت وضعية المقاومة أضعف بكثير مما هي عليه اليوم. ونحن لم نرضخ ولم نتراجع، وتركنا المسار السياسي يصل إلى ما نحن نريده، وهذا المشهد سيتكرر. نتنياهو يعيش حالة غرور، وأعتقد هو أنه الآن إذا ما فكر فعلا بتوجيه ضربة قاسية للجمهورية الإسلامية في إيران سيتلقى ردا يدفع العالم كله لأن يأتي إلى نتنياهو ويقول له إلى أين تأخذ المنطقة. هذا الجنون الحاصل كان يستدعي مجموعة ردود. ردت الجمهورية الإسلامية، المقاومة استعادت زمام المبادرة على المستوى العسكري على الأرض، وبالتالي أصبح نتنياهو اليوم ليس في الوضع الذي كان عليه قبل أسبوع. كلما زادت المقاومة من ضرباتها لهذا العدو، إذا ما دفع نتنياهو الجمهورية الإسلامية في إيران إلى رد جديد على هذا الكيان الغاصب، أعتقد أنها عندها نحن نبدأ الحديث عن مرحلة جديدة. رد سيد علي حجازي وإياك، سامحني على المقاطعة، لكن يجب الإشارة إلى هذه المشاهد التي نعرضها
لتظاهرة في العاصمة التونسية داعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي. إذن هذه تظاهرة بالعاصمة التونسية، نشاهد يعني المتظاهرون يحملون أعلام فلسطين، كذلك على أعلام حزب الله، يرفعون صور سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، كذلك صور للقائد يحيى سنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إضافة طبعا إلى أعلام لبنان وتونس. إذن هذه المشاهد تأتي من العاصمة التونسية ضمن تظاهرة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، داعمة للمقاومة في لبنان وكذلك للمقاومة في فلسطين. وهذه المشاهد تتكرر كذلك في العاصمة تونس ومدن تونسية، خصوصا يعني وبعد 7 أكتوبر من حملة طوفان الأقصى وبعناوينها الجديدة دعما للبنان وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي. نستمع قليلا بالصوت والصورة. هيهات يا محتل، هيهات من يقتل، 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 لبي 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 يا رسول الله، لبي 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 يا رسول الله، لبي 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 يا رسول الله، لبي لبي داعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي. والهتافات التي استمعنا إليها أيضا تدلل على نبض هذه التظاهرة وأهميتها، لا سيما أن تأتي من قلب العاصمة تونس. إذن هذه المشاهد سنبقى نتابعها، ونعود من جديد إليك زميلنا علي جزيني للحديث عن ما يأتي من قراءات من محللين وإعلاميين وكذلك من مسؤولين عسكريين إسرائيليين. كنا عرضنا في المقدمة لما قاله العقيد احتياط كوبي ماروم قائد المنطقة الشرقية في لبنان سابقا، الذي قال أنه لا يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي في الميدان إذا ما حل الشتاء، وتحدث عن المعطيات التي يفترض أن يبنى عليها حتى بالنسبة ما يمتلكه حزب الله من الصواريخ ذات المدى القصير، إذا كان ما يبحث عنه فعلا إعادة المستوطنين إلى مناطق الشمال. ما الذي يفهم من هكذا الطروحات وما أهميتها، ولماذا يعني هذه النصيحة التركيز عليها أن لا يدخل الشتاء والجيش الإسرائيلي في الميدان مباشرة في المواجهة مع لبنان على الأرض؟ يعني حاليا هناك عدة أوجه لما يحاول هنا الضابط الإسرائيلي أن يقوله. من ناحية الشتاء نفسه، يعني هناك كما نعلم بكل بساطة مسألة الوحول، مسألة النقليات، مسألة تنقل الآليات حتى على جنازير أو دواليب، يعني مثل دبابات المركافة أو ناقلات الإيتان أو النمر أو غيرها. ولكن هناك جانب آخر يرتبط بموضوع السطع والرصد الإسرائيلي باستخدام الكاميرات الحرارية. يعني هي الكاميرات الحرارية تنخفض كفاءتها كثيرا أثناء المطر، يعني حتى المسيرات التي تطير على ارتفاع منخفض كما نذكر في الجنوب مثلا أيام المطر والشتاء هي تغيب بشكل شبه كامل. يعني بالتأكيد هناك أدوات أخرى أيضا للرصد، ولكن يعني كمثلا كطائرة الأواقس أو النحشون أو غيره، هي التي لا تستخدم الكاميرات يعني الرصد، بل تستخدم يعني الرادارات المقطعية. ولكن يعني المسألة هنا التسليط الاستخباري الإسرائيلي مبني هو من أكثر من عامل. إذا أخذنا بعض العوامل والتي هي مرتبطة بالمسيرات نفسها، يعني يصبح الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي في حال دخل إلى لبنان في مشكلة كبيرة، فإنه قد يتعرض لهجمات من أماكن غير متوقعة ويغيب هنا الغطاء الجوي. يعني تستمر الطائرات بالقصف ولكن بدون الاستطلاع سيصبح عمل هذه الطائرات والتنسيق فيما بينها أمر أصعب بكثير. يعني هذا هو الشكل الأساسي. من ناحية أخرى
طريقة يعني ضربة الصدمة والترويع الذي يعني يهدف الإسرائيلي لإسقاط مثلا المقاومة بأسرع وقت ممكن أو دفعها لتقديم تنازلات سياسية، ويمكن قراءة هذا من التسرع الأمريكي بشكل يعني هائل في طرح مسألة رئاسة الجمهورية في لبنان. يعني هي الإسرائيليون والأمريكيون يحاولون حصد النتائج بأسرع وقت ممكن خوفا من انقلاب الميدان في الفترة المقبلة، أو خوفا من أن يؤدي مثلا الرد الإسرائيلي في جهة إيران إلى توجيه ضربة مضادة قد أيضا تقلب الميدان. إذا هم يحاولون تحقيق الصدمة والترويع لكسر الخصم بأسرع وقت، ويتحاولون تجنب الدخول في معركة استنزاف في الجنوب، خصوصا هناك أن أيضا عامل آخر الأنباء المتواردة يعني المرتبطة بحاجة الجيش الإسرائيلي لتجنيد حوالي 10,000 جندي، حاجتهم لإعادة صيانة الآليات التي تضررت في غزة، وكذلك أنه لا يمتلك عدد آليات كافي للقيام بمناورات برية عميقة داخل لبنان. يعني هم أكيد يمكنه الهجوم، ولكن نتحدث عن المناورات التي يعني تتطلبها الأهداف والسقوف السياسية العالية التي قال بها نتنياهو. زميلنا علي تبقى معنا، ولأننا نتحدث عن ما يطرحه المسؤولين السابقين العسكريين من ضمن ما تحدثنا عنهم. الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سابقا رونان مينيليس يقول مخطوفين كانوا ضمن أول هدفين للحرب، واليوم ليسوا حتى الهدف رقم 8. وكان أيضا نقل عنه في عواجل أيضا أشرنا نقلناها على شاشة الميادين بأنه لدينا 7 جبهات نشطة، وحتى الآن ليس في أي منها نقترب من تحقيق أهداف الحرب. الآن سننتقل للزميل حسين السيد مراسل الميادين منضمن إلينا من بعبدة بجبل لبنان. نقف وإياك عند آخر التطورات، كيف يعني يتطور مشهد القصف والعدوان الإسرائيلي لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت؟ نعم رامية، بالنسبة لتطور مشهد الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كانت هذه الاعتداءات تبدأ ليلا بعد تحذيرات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط بإخلائها، ثم يبدأ القصف بعد ذلك. الآن باتت الأمور يعني غير مفهومة، بات الاحتلال الإسرائيلي يقصف ليلا نهارا ويقصف حتى من دون تحذير، كما جرى في خلال سلسلة من الغارات شنت نهارا منذ الساعة 9 حتى الساعة 6 تقريبا من مساء هذا اليوم، سلسلة من الغارات شنت على عدد من النقاط والمباني السكنية هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت. آخر ما رصدناه منذ نحو ساعة كان غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة تحويطة الغدير، استهدفت على ما يبدو مبنى في تلك المنطقة القريبة من مطار بيروت الدولي. بطبيعة الحال هي النقطة ربما الأقرب التي يتم استهدافها من المطار من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية ومن قبل المسيرات الإسرائيلية، ومع استمرار طبعا هبوط وإقلاع الطائرات المدنية من مطار بيروت الدولي. إذن هذه عن آخر غارة سبقها سلسلة من الغارات بعد ساعات الظهر تقريبا عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات بدأتها ببرج البراجنة هناك، حيث يوجد لا يزال يوجد طبعا صامدين في هذه المنازل في الأحياء الشعبية من برج البراجنة، استهدفت عددا من المباني، الدمار كبير، هنالك إصابات في صفوف المدنيين نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية. والنقطة المستهدفة والمباني المستهدفة هي تقع على مقربة بعض الشيء من مستشفى الرسول الأعظم الواقع في نفس المنطقة على الأوتوستراد المؤدي إلى مطار بيروت. هذه الغارات الإسرائيلية التي شنت باتجاه برج البراجنة ترافقت أيضا وتبعها عدد من الاعتداءات تحديدا باتجاه المريجة التي تركزت الاعتداءات باتجاهها اليوم لأكثر من مرة، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى قريب من المكان المستهدف بأحزمة نارية منذ أمس الذي تم استهدافه منذ تقريبا نحو 30 ساعة أو 36 ساعة. وأيضا كان هنالك غارة من مسيرة على فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التي هرعت إلى المكان لتفقد مكان هذه الغارة، كان هنالك اعتداء بجانب هذه الفرق لمنعهم من إكمال عملهم، وهذا يجري منذ أيام. تمنع الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف من الاقتراب من تلك النقطة المستهدفة بحزام ناري منذ أمس كما قلنا، تماما كما جرى بالأمس عندما ضربت
واعتدت هذه الطائرات على فرق الدفاع المدني ما أدى لاستشهاد متطوع وجرح آخرين. هذه الاعتداءات الإسرائيلية أيضا استكملت باتجاه حارة تحريك، تحديدا منطقة بئر العبد، استهدفت بأكثر من صاروخ وعلى دفعتين بحسب ما رصدنا من هنا. نستطيع أن نقول أن الاعتداءات الإسرائيلية توسعت اليوم باتجاه الضاحية الجنوبية، وكما قلنا بين الليل والنهار استمرت هذه الاعتداءات، طالت ليلا منطقة الشويفات تحديدا وصولا إلى حي الأمراء في أقصى الشويفات، في أقصى جنوب الضاحية الجنوبية، نستطيع أن نقول من المدخل الجنوبي، وهي النقطة الأبعد التي تستهدفها بذلك الاتجاه. وعدا عن غارات إسرائيلية استهدفت مجمع سيد الشهداء ومحيط هذا المجمع، تضرر المجمع بشكل كبير، الأبنية في محيط هذا المجمع أيضا تضررت بشكل كبير كما وردنا من هناك. وعدا عن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق أخرى من الضاحية، نستطيع أن نقول أن الاعتداءات الإسرائيلية تسير بمنحى تصعيدي. كما قلنا الفارق أنه في السابق كان هنالك في بعض هذه الغارات أو في معظم هذه الغارات تحذيرات من قبل جيش الاحتلال، اليوم نشهد اعتداءات إسرائيلية على مناطق لا يزال فيها مدنيون صامدون كبرج البراجنة من دون أي تحذير، ما يسبب أو يتسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين. طيب سنكون دائما معك زميلنا حسين السيد مراسل الميادين مع كل جديد، كنت معنا من بعبدة بجبل لبنان، شكرا جزيلا لك حتى الساعة. نشير العاجل أيضا على شاشة الميادين، كان قبل قليل الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان من جراء انقلاب مركبة عسكرية. نعود من جديد إليك سيد علي حجازي، كنت تشير إلى يعني الآن نحن بانتظار ما تقول إسرائيل أنها بصدد رد على الرد الإيراني، التصريحات تتحدث من جيش الاحتلال بأن الأمر وشيك، الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن تنسيق، وقائد المنطقة الوسطى يصل ضمن هذه الاستعدادات. ما هي قراءتكم لمثل هكذا مشهد، لا سيما مع ما استمعنا إليه من التصريحات والتهديدات الإيرانية من عدة مسؤولين ومن رأس الهرم يعني السيد علي خامنئي بالأمس؟ أولا يعني واضح جدا أن هذا الكيان وحده عاجز عن تنفيذ هذا الرد، وواضح جدا أن الجميع يحاول التخفيف من سقف هذا الرد، لأنهم يدركون أمام رئيس حكومة احتلال ليس عاقلا، لا يدرك طبيعة ما يقوم به وإلى أين يؤدي هذا المسار، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أن نتنياهو منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى يحاول توريطها في هذه المعركة. أنا ما يعنيني على المستوى الشخصي ليس ما يقوله الصهاينة، هم يقولون كثيرا وهم يدعون كثيرا وهم يحاولون التهويل كثيرا، وللأسف بعض الإعلام العربي التطبيعي منخرط في حملة التهويل هذه إلى حدود أنك تتابعين على بعض الشاشات عشرات الأخبار عن مصادر إسرائيلية لا نفهم من هي هذه المصادر، وكله في إطار التهويل. أنا ما يعنيني ما عبرت عنه الجمهورية الإسلامية في إيران من وعد قاطع بأن أي رد إسرائيلي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ونحن بحاجة إلى مثل هذا الكلام وبحاجة لمثل هذا القرار لأنه يعيد التوازن. هناك من يستشعر للأسف أن هناك حالة اختلال في موازين القوى على مستوى المنطقة، هذا المشهد شاهدناه سابقا في سوريا في الأسابيع أو الأشهر الأولى حينما اعتقد هؤلاء أن المعركة انتهت وهوية المنتصر حسمت، وبدأوا يراهنون على أسابيع ولا أشهر، ومن ثم تبين لهم أن كل هذا أوهام. لا. هناك بائع أوهام في المنطقة اسمه الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه بحسب التوصيف الدارج كلب مسعور هو نتنياهو يحاول التسويق لمثل هذه الأوهام. أنا أريد أن أطمئن شعب المقاومة، أهل المقاومة، محور المقاومة، نحن أقوياء، نحن قادرين على الصمود، نحن قادرين على المواجهة. طبعا نحن لم نعلن انتصارنا، لكن نحن لا نسمح ولن نسمح لهذا العدو أن ينتصر علينا. نحن نعترف بأننا في الأيام الأولى خسرنا
قائدا عظيما اسمه السيد نصر الله، وقد تكون هي الخسارة الوحيدة التي لا تعوض على المستوى السياسي والعسكري. طبعا خسرنا دماء أبرياء لا علاقة لهم في هذه المواجهة العسكرية مدنيين، ولكن نحن لم نخسر الحرب ولن نخسرها. والجيد والمفيد أيضا التركيز لطمأنة شعب المقاومة هو ما قاله البارحة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران حينما قال أن كل هذا الدمار سيعوض. نحن طبعا أمام أيام عصيبة، أيام تحتاج إلى تماسك، تحتاج إلى صمود، تحتاج إلى فهم طبيعة ما نواجهه من مخططات كبيرة تهدف إلى سحق مشروع المقاومة. ولكن يجب علينا أن نكون واثقين جدا بأنها ليست المعركة الأولى التي نخوضها. هناك معارك أكبر برأيي خضناها وانتصرنا فيها ونحن سننتصر. انظروا إلى الميدان، انظروا إلى جنوب لبنان، انظروا إلى أداء المقاومة، ومن هناك تحدد كل المسارات، وليس أحد يستطيع أن يفرض علينا شيء لا سابقا ولا الآن ولا لاحقا. المقاومة بألف خير، لطالما المقاومة بألف خير نحن نكون بخير. المطلوب فقط هو تعزيز صمود بيئة المقاومة، المطلوب المزيد من الدعم لهذه البيئة، المطلوب من الدولة اللبنانية جهد إضافي في إطار عملية تنفيذ ما قيل أنها خطة وضعت سابقا وللأسف نحن لم نراها، لم تترجم على الأرض. أما فيما تبقى المقاومين يقومون بواجبهم كاملا، وهم الذين يرسمون خطوط المرحلة السياسية القادمة وليس أي أحد آخر، لا نتنياهو ولا كل من يراهن على نتنياهو. الذين يراهنون على نتنياهو في الخارج وفي الداخل من الآن نقول لهم ستهزمون ستهزمون. شكرا جزيلا لك السيد علي حجازي الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان على المشاركة معنا في هذه الساعة ضمن تغطية الميادين. نستكملها بالذهاب مباشرة إلى البقاع تحديدا من بعلبك، نتحدث عن شرق لبنان. من هناك ينضم إلينا الزميل أحمد طه مراسل الميادين. أحمد، كيف يمكن أن تجمل لنا تطورات هذا اليوم إن كان على مستوى الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية بالغارات أو بالنسبة للواقع الإنساني كذلك؟ تحديدا البقاع، هذه المنطقة التي قدمت الكثير من التضحيات إن كان لناحية الشهداء والجرحى، وإضافة إلى ذلك أيضا التدمير الكبير والتدمير الممنهج ففي هذه المنطقة لا يستطيع ذلك أيضا التدمير الكبير والتدمير الممنهج ففي هذه المنطقة لا يستطيع الاحتلال أن يقدم سوى تدمير ممنهج ترويع مقصود. ذلك يفعله عندما يوقت أو يقدم مواعيد معينة لغاراته التي يشنها بشكل يومي على هذه المنطقة من البقاع الغربي مرورا بالبقاع الأوسط وصولا إلى البقاع الشمالي. لكن اليوم سجلنا ورصدنا فقط غارتين على عكس الأيام السابقة منذ توسع العدوان. هاتين الغارتين طلتا منطقتي أو بلدتي العليق والحفير جنوب غرب مدينة بعلبك. أتحدث عن مناطق قريبة من بوداي لمن يعرف هذه المناطق تحديدا. أيضا ذلك يضاف إلى جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم أمس حينما طال في سهل الفيضة بالقرب من بلدة سعد نايل أيضا استهداف أدى إلى ارتقاء شهيد. وبالإضافة إلى ذلك البقاع الغربي عندما نفذ غارة أدت إلى اغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية علي الحاج وهو مدير مدرسة الأبرار في منطقة البقاع الغربي. في آخر الإحصائيات رامية تحديث للساعات 24 الماضية وهو الأعداد التراكمية لأعداد الشهداء حوالي 282، يمكن إضافة الشهيدين 3 شهداء وهم شهيد البقاع الغربي، شهيد البقاع الأوسط وشهيدة مسعفة في البقاع الشمالي، بالتالي الحصيلة تصبح 285 شهيدا، عدد الجرحى يفوق 700 جريح، ومجمل الغارات يفوق أيضا 700
غارة. ما يمكن فقط أن أشير إليه هو ما تحدث عنه ضيفك للحالة الإنسانية. فهنا في منطقة البقاع كل ما يقدم للنازحين هو بمبادرات فردية وهو بمبادرات يعني يقوم بها أبناء البلدة على فتح بيوتهم للنازحين سواء كانوا من البقاع أو من مناطق أخرى. رامية، شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد طه مراسل الميادين، كنت معنا من بعلبك في شرق لبنان. نعود مجددا إلى الصور التي تأتينا من تونس وأشرنا لأهميتها ونعود للإشارة إليها ونستمع أيضا بالصوت والصورة. هذه التظاهرة التي تخرج في قلب العاصمة التونسية، تظاهرة داعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين منددة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. هذه المشاهد التي تأتي من هناك ورفع الأعلام إن كان اللبنانية الفلسطينية التونسية، رايات حزب الله وكذلك حركة حماس، صور الأمين العام لحزب الله الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، كذلك لرئيس المكتب السياسي حركة حماس يحيى السنوار. نتابع هذه الصور ومجددا نستمع لبعض مما يرفع سيما وأن هناك من يتناوب على إلقاء الكلمات. هناك جبهات من اليمن حتى الغزة، كل هذه الجبهات هي جبهات إثنان وهي إضافة في تاريخ المقاومة، هي إضافة على تاريخ نضال شعبي وعلى تاريخ تحرير شعبي وعلى تاريخ يعني نضالات جماهيرية. مازال عندنا صحيح بعض الأنظمة حراس التكفير الصهيوني تمنعنا باش ندخلوا ونشاركوا، ولكن هذه الأنظمة يجب أن نرى بكلام كبيرة ويجب أن نزيحها، لأن القضية عادة وعادات القضية تأتي من هذا الصمود اللي مر عليه سنة وأكثر من سنة وتأتي من الإسناد الأممي من كل أحرار العالم. شكرا. إذا مشاهدينا نتابع هذه التظاهرة، نستمع للهتافات. تحية تحية للرابطين على نفس الوقت والثابتين في مواقعهم ضد الإمبريالية الأمريكية، ضد العدو الصهيوني، ضد الإبادة الوحشية التي تقودها أمريكا الإمبريالية الحفة الإرهاب. من هذا المكان نوجه التحايا وكل التحايا لسيد الشهداء، سيد الشهداء سماحة الشيخ حسن نصر الله، هذا القائد العظيم الذي لا ذرنا عليه غفلة، فهو قائد عمومي وسائر عمومي، وعلى اثر هذا الاحتلال الجبان للعدو الصهيوني يحسب العدو الصهيوني انه اردف المقاومه في ذنبه انه اردف المقاومه، وربما كانت بعض الارتدادات. نعم في اعظم الجيوش العالم حتى في اعظم القوانين الحق على نفسي، إلا أن المقاومة صامدة وما زالت صامدة وتقدم بأجل السمود. انظروا يا جنوب لبنان، هؤلاء أسود، هؤلاء أسود، ويقولون في كل هجمة ضد الجرذان، ضد جرذان الصهاينة، ما زال قائدهم نصر الله حي فيهم، ما زال فيهم حيا وجسدا، يقولون حتى في الهجوم ماذا يقولون؟ هل تدرون ماذا يقولون؟ يقولون لبيك نصر الله، 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 لبيك نصر الله. ما لا فيه يعني أن نستمع مثل هكذا هتافات بعنوان لبيك نصر الله من قلب العاصمة التونسية تصدح بها الحناجر. هذه أيضا من الإشارات المهمة وتعطي أهمية إلى أهمية هذه التظاهرة وهذا التحرك في قلب العاصمة التونسية. مسيرة الوفاء والعهد لسيد شهداء طريق القدس قائد المقاومة السيد الشهيد حسن نصر الله، هكذا هو عنوان هذه التظاهرة وهذه المسيرة، وكذلك هذا ما ترفعه اللافتات، كذلك الصور إن كان للسيد الشهيد
سيد القائد حسن نصر الله إن كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في سنوار. شهدنا صور أيضا للشهيد سيد إسماعيل هنية وللسيد فؤاد شكر أيضا من ضمن ما رفع إضافة إلى أعلام فلسطين لبنان تونس رايات حزب الله وكذلك حركة حماس. سنعود وستبقى الصور على هذه التظاهرة ولأهميتها. والآن سننتقل إلى الزميل خالد خليل من صيدا بجنوب لبنان مراسل الميادين، تجمل لنا آخر التطورات وواقع الحال الآن. أهلا بك رامي وأهلا بالضيوف الكرام. يعني قبل الحديث عن الاعتداءات الإسرائيلية التي تمت منذ بعض الوقت، نتحدث عن البيان الصادر التي أصدرته المقاومة الإسلامية في لبنان والتي قالت فيه وبدأت فيه كالمعتاد دعما للشعب الفلسطيني الصامد وإسنادا لمقاومته الباسلة ودفاعا عن لبنان وشعبه. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية حيث تواجد فيها تجمعات للجنود. إذا هذا كان البيان الذي صدر منذ دقائق عن المقاومة الإسلامية والتي أعلنت فيه عن استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في مستعمرة كتسرين. بالعودة وبالحديث عن الاعتداءات الإسرائيلية، يعني منذ بعض الوقت الطيران الحربي يواصل التحليق في سماء المنطقة يرافقه الطيران الاستطلاعي. تقريبا منذ ربع ساعة منذ الآن تم استهداف منطقة الغزي من قبل الطائرة المسيرة مقهى صغير. بحسب معطياتنا الأولية هناك عدد من الجرحى، إحدى الجرحى حالته حرجة. عدد الجرحى حتى الآن قدر بحسب معطياتنا بأربع جرحى وحالة منهم حالتها حرجة. وترافق هذا الاستهداف يعني مع استهداف آخر لمنطقة حرجية في بلدة النميرية. هذا الاستهداف يعني المرة الأولى يتم استهداف فيها هذه المنطقة الحرجية. لا معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات حتى الساعة. في الحديث أيضا عن سلسلة الاعتداءات التي طالت أيضا منطقة صيدا وضواحيها، عند السادسة مساء خرقت طائرات الاحتلال جدار الصوت، يعني وهذه للمرة الأولى الذي يكون هذا الجدار جدار الصوت في منطقة صيدا وضواحيها بهذه القوة. يعني المرة الأولى التي تشهد هذه المنطقة وضواحيها جدار بهذه القوة، يعني بشهود أهالي المنطقة. ونحن سمعنا هذا، يعني للوهلة الأولى افتكر الأهالي والمناطق المجاورة بأنه استهداف ولكن كان جدار صوت. كان أيضا هناك غارة منذ بعض الوقت على منطقة حروف وغارة على بلدة طول في قضاء النبطية والنبطية الفوقة. جميع هذه الغارات اقتصرت فيها الأضرار على الماديات، ولا معلومات عن سقوط أي إصابات حتى الساعة. شكرا جزيلا لك زميلنا خالد خليل مراسل ميادين من صيدا بجنوب لبنان. سنعود إليك زميلنا علي جزيني محلل ميادين شؤون الأمن القومي. نادري إذا كانت هناك سيناريوهات واضحة لما تقوله إسرائيل عن رد وشيك على الرد الإيراني وفق توصيفها. يعني هناك بالمبدأ إذا أردنا نضع مثلا الأهداف الإسرائيلية من الرد، هي بشكل عام لا يمكن أن تكون يعني بحسب التوصيف العسكري يعني رد متناسب أو متناظر من ناحية مثلا إيران ضربت أهداف عسكرية هي ستضرب أهداف عسكرية، لأن الإسرائيليين يعني بحسب الأهداف المعلنة مثلا فرض الهيمنة على الشرق الأوسط وكسر الجميع لا حلول وسطية، فهم على الأرجح سيرجعون إلى ردود مؤلمة. يعني قد تكون إذا أخذنا من الناحية العسكرية الأمريكيون والأوروبيون يحاولون بشتى الوسائل على ما يبدو حتى الآن، يعني ليس محبة بإيران أو بمحور المقاومة ولكن خوفه من التداعيات. ثانية، إسرائيل عن مثلا ضرب المنشآت النفطية الإيرانية بسبب ردة الفعل الإيرانية مثلا، هنا قد يضرب الإيرانيون مثلا أهداف نفطية أو غازية إسرائيلية من شأنها مثلا أن تدفع بالمشروع الهيمنة على سوق الطاقة في المنطقة كلها إلى الهاوية، أو قد مثلا يرفع سعر النفط بشكل كبير جدا وهي ما يؤذي الاقتصادات الأوروبية وأيضا ما يؤذي مثلا الاقتصاد الأمريكي خصوصا في فترة الانتخابات. من ناحية أخرى قد يلجأ الإسرائيلي هنا إلى عمل أمني، ولكن من الصعب التفكير في أي عمل أمني قد يحقق ما يريده الإسرائيليون. يعني هم مثلا مثلا يريدون انتقام لضربة صاروخية بهذا الحجم أصابت أهدافها داخل المطارات ودمرت يعني بعض حتى بطاريات الدفاع الجوي بحسب الفيديو. العمل الأمني هنا غير المتبنى، يبدو بأنه لن يكون يعني كافيا وسيبدو ضعيفا جدا من هذه الناحية.
خصوصا وان يعني اذا رد الايرانيون يعني هم ردوا مثلا في المره الماضيه على ضربه امنيه وهي اغتيال الشهيد هنيه مثلا، يعني بجانب اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله، لا شيء يضمن ان لا يردوا بناحيه بعمل عسكري على عمل امني كما فعلوا سابقا. فالخيارات ضيقه هنا امام الاسرائيليين، خصوصا وان ايضا ضرب المنشات النوويه هو امر شبه مستحيل، يعني لان بعض المنشات مدفونه يعني في الجبال تحت عمق 100 متر، وايقاف المشروع النووي هنا يعني امر صعب جدا اذا لم نقل شبه مستحيل، وقد يغير يعني يدفع ايران لتغيير عقيدتها النوويه فيفشل الاهداف كلها من وراء هذا العدوان يعني. نعم، شكرا جزيلا لك زميلنا علي جزيني، محلل ميادين لشؤون الامن القومي، منضما كنت معنا من العاصمة بيروت. نشير للعاجل على شاشة الميادين، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت يقول حزب الله باق ويطلق مئات الصواريخ ونصف دولة جالسة في الأماكن المحصنة والملاجئ. هذا التصريح يكتسي أهمية لجهة من يطلق وكذلك خبرته في المواجهة والإخفاق والفشل كذلك مع المقاومة. نشير إلى أنه وسائل إعلام إسرائيلية تقول في الأيام الأخيرة تم إطلاق 800 صاروخ من لبنان باتجاه شمال فلسطين. هذه أرقام وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية هي كبيرة ولها دلالاتها. بهذا يعني نختم هذه الساعة، نشكر كل من كان معنا فيها. مشاهدينا نعطيكم موعد على رأس الساعة، إلى اللقاء.